رفیق بعدیمون فارس محموده. فارس تیتری که تمی که میخواد در رابطه با صحبت کنه در رابطه با در افزونهای منظوری که مشخصا جایگاه حکمت در مارکسیسم است. رفیق فارس اگر که میتونی لطفا میکو بگیر. رفیق اون فارس به عربی صحبت میکنه، بفهم. بالبداية أيها الرفاق الحضور الكرام، تحية طيبة، وأتمنى أنه أتمنى السلامة والصحة والعافية للحضور الكرام وللبشرية جمعاء. رفاق، الموضوع مالتي هو متعلق بأسبوع منصور حكمة بس مسألة أريد أرتبها حول أسبوع منصور حكمة، أنه الموضوع مثل ما كانت منصور حكمة في الماركسية. أكيد من الصعب ب20 دقيقة أنه موضوع مثل هذا القبيل، أنه صعب أنه في 20 دقيقة تغطي موضوع بهذا، وبالأخص إحنا عشنا يعني سواء من قريب وبشكل مباشر الدور والمساهمة والشكل يومي، حتى والرفاق كثر مثلا بشكل يومي وبشكل مباشر وعملوا واشتغلوا مع منصور حكمة بهذا الصدد، ويعرفون الجهد والدور اللي لعبه منصور حكمة بطرح الشيوعية العمالية وتقويتها. ولا فأبدي بالوقت اللي متسع، وبنفس الوقت مثل ما أكدوا الرفاق له أنه أوصي على أنه ضرورة قراءة منصور حكمة، ضرورة التعمق بأبحاثها، دراستها إلى آخره. أنا واحد من الناس أحكي عن تجربتي الشخصية، مثلاً أحكي عن تجربتي خلال هاي الفترة مثلاً اللي قررت أنه أقدم هذا البحث مع الرفاق في الحزب الحكمة الخط الرسمي. بصراحة يعني رجعت على أبحاث كنت جزء من عندها، على الرغم من هذه الأبحاث كلها عشتها لحظة بلحظة بكل تاريخ هذا الحزب وكل تاريخ الحركة، ولكنه بنفس الوقت شفت بها مواضيع جدا مهمة إلي اليوم، على الرغم أنا مساهم بجزء كبير من الترجمات العربية. ولهذا أكد على ضرورة قراءة منصور حكمة، ضرورة التعمق بمنصور حكمة، ضرورة الاسترشاد بمنصور حكمة والنهج منصور حكمة. أنا نج المر... لهذا راح أتطرق للموضوع على شكل المراحل اللي مر بها منصور حكمة بهذا الصدد، أو تاريخ الشيوعية العمالية بهذا الصدد. أول شيء مثلاً أول بالبدايات على غرار ماركس ولينين، منصور حكمة يعني سعى بشكل دؤوب من أجل وضع الحدود الفاصلة بين الطبقة العاملة وبين التيارات وأفكار والممارسة السياسية للطبقات الأخرى، وبين أنه تاريخ الشيوعية منصور حكمة هو تاريخ فصل خندق ماركس والشيوعية عن مجمل خندق البرجوازية العالمية والمحلية، سواء على الشكل الاجتماعي سواء على الصعيد الاجتماعي أم السياسي أو الفكري. ما بدأ عمله السياسي حتى مثل ما نقول وجه سياط نقده للتيارات الأساسية للحركة الاشتراكية السائدة بعصره. استهل العمل بالنقد الحازم والصارم للشيوعية السائدة سواء في إيران أو العالم، وواصل نضاله من هناك ونفض غبار تراكمات أكثر من 7 عقود من انقطاع البشرية عن ماركس. أزاح كل ترهات الاشتراكية الطبقات الحاكمة، اشتراكية ما كان يربطها أي شيء بماركس ولا بنضال ماركس ولا بالجماهير الداعية للتحرر من أجل إلغاء العمل المأجور أو إرساء مجتمع اشتراكي. بين أنه انعدام هذه الصلة، وبين أن انعدام هذا الصلة هو لا أمر معرفي، لا هو أمر فكري، لا هو أمر نظري، بل هذا انعدام الصلة أو هو اختلاف الأهداف وآمال طبقية واجتماعية وطبقية. أهداف أخرى تتعكس وتستفيد من النفوذ القوي لماركس
وتستند عليه وتتعكس عليه من أجل الدفع بمشاريعها السياسية والاجتماعية. أزاح كل ترهات اشتراكية الطبقة الحاكمة، اشتراك مثلا نأتي على الأمور، مثلا نسب كل أسس الاشتراكيات السوفيتية، التروتسكية، الماوية، اليسار الجديد، الفدائية، الوطنية، القومية، وبين أنه هذه حركات اجتماعية أخرى، حركات قومية أصلاحية للمثقف البرجوازي المحتاج، الداعي للاستقلال الوطني، داعي لتصنيع البلاد، داعي مناهض للديكتاتورية أو ساخط على الإمبريالية أو على التخلف والتبعية، وبأحسن الأحوال منتقد لهاي الزاوية أو ذيك الزاوية من زوايا العالم الرأسمالي نفسه، مو لجوهر المجتمع الرأسمالي. وصف الحساب بشكل جدي وهذه التيارات معلنا ولادة شيوعية أخرى، شيوعية عمالية، هي ممثلة لشيوعية ماركس. ومنصور حكمة يؤكد كثيرا يعني وبالأخص بندوة الشيوعية العمالية بسنة 2000 أو 2001 على أنه اشتراكية شيوعية الشيوعية العمالية هي الشيوعية اللي قصدها ماركس. بين أنه كل هذه التيارات واختلافاتها وصراعاتها تنتمي إلى معسكر واحد، وهذا المعسكر أما معسكر ماركس فهو معسكر آخر، معسكر آخر بهذا بخضم هذه الممارسة طرحت أمام البشرية مسألة الاتحاد السوفيتي، ظاهرة الاتحاد السوفيتي، أعطى نقد لهذه الظاهرة، نقد ماركس لهذه الظاهرة ولهذا التجربة. وبرأيي تمحورت كل الادعاءات الرائجة، مثل ما رفيقنا سهند قبل شوية، أنه الادعاءات الرائجة حول أنه هزيمة هذه الثورة بأنه هزيمة هذه بالطيف الواسع من المفكرين، وهذا اللي رجعوا هزيمة الثورة إلى غياب الديمقراطية بالاتحاد السوفيتي، أو قومية الدولة السوفيتية، أو السياسة الخارجية للحكومة السوفيتية، أو اطروحة الاشتراكية في بلد واحد. وكل هذا سلط منصور حكمة نقد على هذا الضوء، وقال إنه كل هذه الانتقادات هي ما عندها صلة بهزيمة الثورة، كانت يمكن تكون مطبات صغيرة، كانت ممكن تكون هنات مثل ما نقول بمسار الثورة، ولكن ما هو غائب هو الأفق الاقتصادي لنجاح الثورة. العمال انتزعوا السلطة السياسية في روسيا، ولكن أخفقوا في التحويل الاقتصادي للمجتمع. ما أقيم بالاتحاد السوفيتي هو رأسمالية الدولة، ما عندها أي صلة ببناء الاقتصاد الاشتراكي اللي يستند على إلغاء العمل المأجور. تحليل التجربة السوفيتية برأيي يعتبر من أكثر التجسيدات العبقرية منصور حكمة وتوظيفه واستخدامه لماركسية ماركس، وغناها بتصور لبناء المجتمع الاشتراكي بصورة أكثر شفافة، أكثر وضوح حتى من نقد برنامج جوتا أو حتى كتابات مثلا لينين بهذا الصدد. وبهذا السياق نقد للتجربة السوفيتية، بهذا السياق تنبأ بأنه من سنوات قبل انهيار التجربة السوفيتية، تنبأ بهذا الانهيار وأكد على أنه ضرورة مجاهبة العواقب الكبيرة لهذا الانهيار على الشيوعية وعلى العمل الشيوعي إجمالا، وعاد أنه يحشد القوة لهذا الأمر. بغمرة الابتهاج العالمي حول انتهاء الشيوعية، إحالة ماركس للمتحف وإحالة لينين كتابات ماركس إلى الأرشيف أو إلى الرفوف أو إحالة ماركس إلى المتاحف أو إلى آخره، برأيي أكد أنه كل هذه التصورات هي ما عندها أساس، وفضح وفند مسألة سطوع فجر الديمقراطية والقومية وإلى آخره، وبين مدى سخف
هذه الادعاءات وبطلانها. مثلا مسألة الترويج للديمقراطية والديمقراطية بأنه حلالة كل المشاكل واقتصاد السوق، واقتصاد السوق حلال المشاكل، بين أنه هذه كلها ترهات. وبين أنه مثلا مثلا فيما يتعلق بالديمقراطية، الاستبداد السياسي هو نتاج الحركات الاجتماعية والطبقات وصراعات الحركات الاجتماعية، ما إلى علاقة بمسألة أشيعة أفكار جديدة أخرى، أو انطرحت أفكار جديدة أخرى، أو منظومات فكرية أخرى ظهرت مثل ما يقول بعقول وبأذهان البنتاغون والسي آي أي والإعلام الغربي. ولا بنفس الوقت فضحنا واستهزأ أصلاً، يعني استهزأ أصلاً في مسألة أنه الحكومات المدنية، وأكد على أنه الحكومات المدنية الاستبداد السياسي هو ما عدا ربط بمسألة العسكر، أو أنه العسكر والحكومات العسكرية هي مو الشكل الوحيد للاستبداد بالمجتمع. عشان نضالات لا هوادة لها على ادعاءات انه عصر انتهاء الحرب الباردة هو عصر الامن والسلام والحريات وحقوق الانسان والمؤسسات الدولية والى اخره، وبين انه باجل الاشكال انه عالم ما بعد الحرب الباردة هو عالم العنف، عالم الصراع، الفوضى، انعدام الامن، الانفلات، الحركات اليمينية المتطرفة، وتبين كل صحة كلامها. مرحلة أخرى مسألة كتاباتها بحرب الخليج، حرب الخليج والنظام العالمي الجديد، برأي نموذج معبر وعميق لفهم ماركس والأوضاع والشيوعية للأوضاع السياسية والعالمية اللي أعقبت الحرب الباردة، كان ينطق بتلك الحقيقة الجلية وللأسف الملتبسة للأغلبية الساحقة على أنه اجتياح العراق للكويت هو اللي كانت تتحدث على أنه اجتياح العراق للكويت سبب أزمة وإلى آخرها أو خلق أزمة، وقال أنه بالعكس العالم الرأسمالي هو عالم متأزم ومحتقن، وأساساً الغرب وأمريكا تحديداً وجدوا باجتياح العراق منفذ لحل هذه الأزمات والمعضلات اللي أساساً تكمن في الغرب نفسه. يعني وضح أبوكو وقف وبشكل واضح ضد التوهم الشائع في وقته وفي عصره، انه بالاخص على صعيد المجتمع في العراق، يعني احنا هذا الشيء لامسناه وبوضوح، قال انه يفرضون الحصار، انهم يفرضون اكثر اسلحه الفتك الجماعي، قصدي الحصار الاقتصادي بحق الابرياء. وقفوا بوجه هذا الامر، ووقفوا بوجه الأوهام، أنه بالأخص الأوهام اللي شاعت على صعيد المجتمع مثل ما قلت، وبالأخص معسكر معاداة النظام اللي انجر بوضوح وراء مسألة الحصار، انجر وتأييد الحصار، وأنه الحصار راح يطيح بالدكتاتورية وأنه هذا الحصار من أجل الإطاحة بالدكتاتورية، وبالتالي خلاص جماهير العراق. وبين بالعكس أنه هذا إذا أكو شيء من عمر الدكتاتورية والاستبداد ونظام صدام والنظام البعثي هو نفسه وجود الحصار الاقتصادي. بين أنه راية الديمقراطية، الديمقراطية اللي كانت ترفعها على السواء البرجوازية المنتصرة والبرجوازية المهزومة نفسها، أنه الديمقراطية متعن الحرية، هو تفسير البرجوازية للحرية وتأطير لها ونسف لمحتوى الحرية، امتصاص مطلب الجماهير بالتحرر والمساواة وتقديمها لهم على أساس تحت إطار ومفهوم الديمقراطية. الفهم البرجوازي بين أنه الديمقراطية وما هو إلا فهم برجوازي للحرية، وأنه الديمقراطية أبداً ما تعني إنهاء العنف، بل العنف متضمن في الديمقراطية، وإحنا نشوف اتجاه الإضرابات العمالية تصير في العالم كيف يرد الغرب عليها. وأكد على حقيقة برأيي يعني قليلة الوضوح في ذلك العصر، على أنه بالعكس الحريات اللي موجودة في الغرب هي مديونة للاستقرار الاقتصادي النسبي اللي موجود بالمجتمع ومو بالعكس،
وفضح الأوهام اللي غطت مثل ما يقول البشرية حول الديمقراطية، وأولها الأوهام اللي كانت ترسب في أذهان اليسار. مسألة أخرى مسألة القومية، كانت أحد القومية أحد العقد اللي تناولها في وقته بنفس روح تعامل ماركس ولينين مع المسألة القومية، تناول بنفس المنهجية، تناول مسألة القومية بعصر جديد، قال إنه المسألة القومية في عصر جديد، وفضح القومية بأنها تيار وحركة سياسية اجتماعية ما عندها أي صلة بالتحرر، ما عندها أي صلة بالمساواة. حتى أركن أنه جانبا هذه المطروحة مثل ما يقول أطروحة حق الأمم في تقرير المصير، واللي هي الكليشة اللي كان يلوكها اليسار دون أي إبداع، دون أي تمعن، دون أي تفكير، دون أي هذا، وقال بأنه حق الأمم في تقرير مصيرها اليوم في العالم المعاصر ما ممكن يكون رد الشيوعيين، ليست مناسبة حتى تكون أنه من ضمن برنامج الشيوعيين. بيّن المسارات التاريخية اللي طرأت على مقولة القومية، وضعها الراهن القومية اشتعني اليوم، وأكد على وجوب تصفية الحساب الجدي معها بوصفها حركة رجعية ما عندها أي صلة بتحرر البشر، وأنها هذه القومية وليدت ونسعت القومية كتيار سياسي اجتماعي برجوازي مو العكس. رفع شعار القومية عار على البشرية، القومية عنصرية وليست ثم قومية إنسانية، إنها تعني تصنيف البشر وتأطيرهم بهويات كاذبة من أجل أهداف ما تتعلق أساساً لا بحريتهم ولا بتحررهم ولا برفاهم ولا بسعادتهم. بظل هذه الأوضاع كان يرد بصورة عملية على الهجمة العالمية اللي استشرت حول نهاية الشيوعية وشيوخية شيخوخة ماركس العفو، شن نضال لا هواد به من أجل رفع راية ماركس وتبيان صحتها. برأيي ليس هناك أحد بقدر منصور حكمة رفع راية ماركس على الصعيد الفكري السياسي العملي النظري. بيّن أنه موجة التخلي عن الماركسية هي مو خيار يستند إلى أنه كون أنه نور الحقيقة قد شع في ذهن أحد ما، بل هو خيار سياسي ما عدا أي صلة بحقانية أو صحة الماركسية. أكد على أنهم التفوا حول الماركسية لأنه كانت نسختهم للماركسية ما تتعدى نسخة قومية إصلاحية ديمقراطية وإلى آخره، وحين كانت الماركسية مد، والآن من أصبحت الماركسية لم تبقى مد الماركسية، رجعوا لأصلهم لأصولهم القومية والإصلاحية والديمقراطية وإلى آخره. من أصبحت الماركسية تحت وابل مدفعية وسائل الإعلام الغربية ومفكريها وكتابها المأجورين وكذا، وهذا تخلوا عن الماركسية، مو دليل، مو من زاوية حقانية. أتحدث أنه ليس بوسع ألف تايمز ولا بوش ولا يلسين أن ينهى الشيوعية. إذا أرادت الرأسمالية محو ماركس والماركسية قدامها سبيلين، أما أنه تفجر الكرة الأرضية وبكل ما فيها بأسلحتها النووية بحيث ما تبقى أي حياة بها ولا عامل يبقى بها ولا رأس مالي، أو تسليم المجتمع للبديل الاشتراكي. بهذه الحالة بخضم هذا الهجوم وهذه الحملة الصاخبة على الماركسية، تنبأ بشكل مدهش بصراحة أنه عقد التسعينات هو عقد وجود الطبقة العاملة الميدان، عقد الماركسية، وفعلا من عاش تلك الفترة فعلا كانت عصر النضالات العمالية التسعينات القرن المنصرم. وبين أنه هذه الهجمة على الماركسية هي هجمة عابرة، وفعلا كان الأمر كذلك، أنه هجمة عابرة. بالمؤتمر الأول للحزب الشيوعي العمالي الإيراني بال 94 حسب ما أتذكر 94، وبحث الافتتاحي المتعلق بايانيك دورة نهاية مرحلة، رفع راية بهذا المؤتمر أنه ركود غبار الهجمة، وبين كم كانت هذه الادعاءات الرأسماليين عديمة القيمة،
وتافهة إلى أبعد الحدود، وبين أنه ما هي سير حركة البشرية هو النظر هو النضال الواعي للأغلبية الساحقة، ومو تلك العبارات الجوفاء للمثقفين الطيب على قول الطيبين نيات الناقص إلى عقول. أكد أنه على أنه المرحلة أنه الرأسمالية ما قدرت تشن هجمتها، ما قدرت تطول هجمتها أكثر من 6 سنوات، والآن الرأسمالية والآن مرة لاخ تنتعش الشيوعية، مرة لاخ ترجع الشيوعية للميدان، مرة لاخ تبني الناس للشيوعية مرة أخرى، وتشكيل الأحزاب الشيوعية، تشكيل المنظمات الشيوعية وإلى آخره. أكد على أنه ساعة الهجوم الشيوعي والممارسة الشيوعية الواسعة والنشيطة قد أزفت، وعلى وجوب الظهور بكامل هيئتها الحركة الشيوعية وقيادتها. ما سقط منصور حكمة، ما غير مبادئه، ما غير عقائده، ما انزلق للمهد. خرج منصور حكمة هو وحزبه مرفوع الرأس من هذه المرحلة العصيبة، الصد للهجمة، وبنفس الوقت بدأ هجومه السياسي والفكري والعملي على الرأسمالية. لقد دفع بالحزب أنه حتى يلعب دور المعهود في الدفاع عن ماركس وراية تحرر البشر. موضوع أخرى، موضوعة الحزب والسلطة السياسية. المؤتمر الثاني نطق كفرا مثل ما هو يقول، حطم التابوهات اللي وضعتها البرجوازية، واللي هاي التابوهات أصبحت جزء من المكونات الذاتية لليسار السائد. تحدث عن السلطة السياسية، وأنه هدف الشيوعيين هو استلام السلطة السياسية، هو استلام السلطة السياسية لإجراء التغيير السياسي والاقتصادي المجتمع. تحدث عن شيوعية مقتدرة متدخلة بالأوضاع، شيوعية هامشية ومنزوية وما تبغي التغيير هي مو شيوعية. وأكد على أنه مسألة السلطة السياسية مسألة فورية وملحة وغير قابلة للتأجيل. شيوعية هذا مو وقته، وما ممكن هذا، هاي ما عندها ربط بالشيوعية. أتحدث عن أنه إحنا بالسلطة السياسية يعني الإنسان بالسلطة السياسية، رد على العوائق الفكرية والسياسية اللي تحول دون إدراك ما قاله ماركس وبالأحرى بديهياته بالبيان الشيوعي. وبس وبين أن أسبابه تكمن في هجمة البرجوازية الشرس وثقل أرث اليسار على أرث اليسار الغير العمالي على الحركة الشيوعية. وهي نفسها للأوضاع في إيران وما يتعلق في مسألة السلطة السياسية. مرحلة أخرى مسألة 11 سبتمبر، رفع راية أنه قطبي الصراع العالمي، إرهاب الدولي وإرهاب أمريكا وغيره والإرهاب الإسلامي السياسي، وطرح تحليل عميق لهذه الظاهرة لهذه الوضعية أكد على مكانة 11 أيلول عند اليمين الحاكم، أنه يسعى لتثبيت الاستفادة من هذا لتثبيت نظام العالم الجديد، وكيف أنه الإسلام السياسي يبحث عن حصته في السلطة والمكان السياسي بتقسيم سلطة الرأسمال العالمي. تحدث عن الإرهاب والسبل الحقيقية لتجفيف منابع الإرهاب، وأكد على جبهة التمدن العالمي على أنه ثم تغولنا نائم بوسع أنه يطيح ويحطم ويكسر هذه المعادلة اللي فرضت معادلة كل إرهابيين على هذا. وخرجت الملايين في العالم بأنحاء العالم المختلفة بضد من هذه الحرب وضد من هذا الاستقطاب أو الصراع هذا العالمي، وكلها كانت تعبر عن صوت بصراحة عن صوت منصور حكمة. بنفس الوقت منصور حكمة دائما مو بس منظر أو مفكر، بالعكس قائد سياسي وعملي أكثر مما هو منظر ومفكر. كتاباته، خطاباته، ممارسة اليومية كلها تدعو إلى التحزب. بالعكس في شدة الهجمة على الشيوعية بعد انهيار الاتحاد السوفيتي شكل الحزب الشيوعي العمالي الإيراني في 91 عدة دور محوري بالتحزب الشيوعي سواء في العراق أو في إيران، سواء في العراق أو بالحركة العمالية. أبحاثه وكتابات منصور حكمة فيما يتعلق حول التنظيم العمالي، المجالس العمالية، النقابات وغيرها، مسألة الحقوق العمالية، وهذا برأيي أرث ضخم
تاريخي ما ممكن، وبنفس الوقت تناولها بشكل كإنسان ماركسي مبدع وعميق. تصور رؤية مسألة النقابات والتحليل الاجتماعي والسياسي لموضوع النقابات والنقد النظري والعملي لموضوعات النقابات، الميل النقابي اللي موجود داخل الطبقة العاملة وبين محدودياتها التاريخية، وكيف أنه طرحه في مسألة أفضلية البديل وطرح المجالس بوصول الأطار الطبيعي لتنظيم الميل الثوري والشيوعي للطبقة العاملة. إعادة الشيوعية الماركس بنفس الوقت إعادة الإنسانية للشيوعية. غرس منصور حكمة شيوعية مرهفة الحس الإنساني، حطم جانبا التقاليد الشيوعيه السائده الموغله بالجلافه والفظاظه وانعدام الانسانيه، شيوعيه متبلده الحس والمشاعر الانسانيه والتقاليد المتخلفه والباليه الى شيوعيه انسانيه وراقيه، وهذا تلقاها بكل صفحه من كتاباتها. البعد الانساني لمنصور حكمت برايي مساله كلش مهمه. إنسانية منصور حكمة وحركة منصور حكمة ما تعرف حدود. إعادة الكرامة الإنسانية للطفل، للمرأة، للجنين، للمدمنين، للمثليين، لبائعات الجسد، وكل ما يطلق عليه المجتمع هذا عديم الرحمة بأنه ينظر له بدونية وإلى آخره. وطبعا كل هذا بإضافة مهمة كلش ونقدر نشوفها بأوضح أشكال برنامج الحزب. المهم محطات كثيرة هذا، ولكنه كلمة أخيرة أريد أقولها بهذا الصدد، أنه يعني إذا تجيب كتابات مثلا إذا تجيب كتابات عالم أفضل وتقارنها بالبيان الشيوعي تشوف مثل ما يقول اثنيناتهم يقفون، ماركس منصور حكمة وماركس وقفوا مثل ما يقول على قمم شامخ. تجيب الدولة من المراحل الثورية لمنصور حكمة والدولة الثورة لينين، شوفوا اثنيناتهم منصور حكمة ولينين وقعوا على قمم شامخة. تجيب الأحزاب السياسية والصراع الطبقي لمنصور حكمة وتجيب الأيديولوجيا الألمانية تأكد على أنه وقوفهم هذا، كل هذا تدلل على مكانة ومنصور حكمة. ولهذا آخر كلمة أقولها، الابتعاد عن منصور حكمة هو ابتعاد عن ماركس، ابتعاد عن الحقيقة. أطلب من مرة أخرى، أطلب أنه هذا أكيد هذا أطلاقا ما عنده ربط بتقديس ماركس تقديس منصور حكمة، وإنما هذا هي مكانته الواقعية. وشكرا لكم. Thank you أمان. مصطفى أسدپور در رابطه با ساختار اقتصادی سوسیالیسم و تئوری و سنت سوسیالیسم کارگری منصور حکمت صحبت میکنه. متشکرم از وقتی که در اختیار من قرار دادید. صحبت میکنم. من موضوع بحث موضوع سوسیالیسم چیز را انتخاب کردم برای اینکه با همین سوال من را یه سفری رو شروع کردم به مجموعه آثار منصور حکمت و گوشه های کنار را که مبحث مربوط به سوسیالیسم دوش رو سر جدا کردم. توصیه میکنم شما این کار رو بکنید، حتما وقتا انجام بدید. چیزی بیشتر از 4000 صفحه نیست، ولی برای من صفحه سوسیالیسم که کند و کارش پر هیجان بود و پر تب و تاب. از یه طب میشونه که سوسیالیسم یه پدیده علمی شناخته شده، تعریف شده، ولی اون چیزی که ما داریم نگاه میکنیم این هستش که وقتی که کنکاش نگاه به شجره تاریخ منصور حکمت به کمونیسم کارگر نگاه میکنیم، اون چیزی که اونجا میبینیم این که پدیده علمی یه داده هست قبل از منصور حکمت هست، ولی قبل اینکه باید تعریف بشه که سوسیالیسم چیست رو باید به چی نیست، چون برای تاریخی از سوسیالیسم با داده اجتماعی هست. سوسیالیسم خلقی رو مطرح میکنه و بعدها سوسیالیسم ایرانی صحبت میکنه، مجموعه چیزایی که این سوسیالیسم که منصور حکمت میخواد در مورد صحبت میکنه چی نیست، مشخصاتش تا تعریف به دست بیاد چی هست. اما اون چیزی که نگاه میکنه سوسیالیسم رو خارج از این تعاریف و مشخصات که داشت تعریف میشه، یه موضوع کار دائمی هیچ جا نیست که یه لحظاتی وارد میشه قبل از اون وجود نداشته خارج میشه. یه قرفه هایی هستش که در مورد سوسیالیسم صحبت میشه پرداخته میشه، جایی دیگه پرداخته نمیشه. این موضوع دائمیه. خودش وقتی سوال میکنیم از تعاریفی که مطرح میکنه یه هدف موضوع دائمی بحث و کاره
یه هویت، یه جنبش، یه فلسفه وجودی، یه نهضت فکری، یه متد حرکت. اما برای من راستش اینطوری نیست. من یه برداشت دیگه‌ای داشتم، شاید برداشت عامیانه‌ای رو در مورد می‌خوام بعد از این سفری که انجام دادیم بسو محاسبه شد توی جزء پیجی شب گذاشتن یه نت نمینه که مثل اینکه یه پیجی حرف عامیانه میخوام بزنم اینه که یه سفینه کوچیکی از کره دیگه اومده و این حزب یا این مجموعه دائما مشغول این که چجوری روش بنداز چجوری به حرکتش در بیاد و کسی منتظر اینترکشن شه پیجی زیرش نگاه میکنن، بالاش نگاه میکنن، دورورش نگاه میکنن، انگولکش میکنن، حرکتش میدن، میندازن پالا، میندازن پایین به نوعی که بشه این رو چجور میشه به دستیابی بده به حرکتش در بود، به استقرار در بود. من برداشت من وقتی نگاه میکنم، وقتی میگم سوسیالیسم چیست، سفری که تو ادبیات و سیاست مسئول حکمت داشتم، تعریف من ایناست. یه اراده است، اشتیاق، یه لجبازی، یک دندگی، تخص کلفر خدا رو بنده نیست. خودش رو در دیوار میزنه دارم من که این هدف رو، این پدیده رو به اجرا داره و کشتی بنشون. ما یه همسایه داریم، یه بچه کوچیک 10 سال است. از این بچه ها هیپر اکتیو. کمونیسم یا سوسیالیسم در شجره مسئولی کن خودش به حرکات این بچه شدید. در کنار هیچ دری رد نمیشه بگه که باز کنه ببین باز میشه نمیشه قفل قفل نیست از کنار رد میشه و سلام نمیکنی یا بهش اهمیت نمیدی میپرسی مگه کوری ولی منو نمیبینی نشدی به سلام کرد کمونیسم و سوسیالیسم رو در جامعه من شجره مسئولیت کردن من چیزی که دائما خودش رو اینتراکتیو و دوربین خودش رو در دیوار جامعه میکنه تحرکی نیست که در درون خودش جستجوی در درون خودش وجود داشته باشه من برای اینکه تعریف جنبه های دیگه از سوسیالیسم گفت من چند تا تعریف رو مورد بحث قرار میدم سوسیالیسم به عنوان یک در مکتب دانش چیز حرکت سیاسی مسئول کرد یا کمونیسم کارگری که من با یه ذره اهمال در مورد مرزاشون فرو تکنم صحبت میکنم بلن این نمادین پدیده صحبت میکنم یه ضرورت اشتام ناپذیره سوسیالیسم رو نمیشه ازش گذشت کرد به چه دلیل؟ نه اینکه جامعه سرمایه داری به خاطر رایش نرخ سود حتی اگه بخواه ازش کنارش بگذاری برای اینکه جامعه زندگی سیادت من نمی داشته باشی اون با تو کار داره اون دائما در حال تعرض به تو مثلا فرض کن در مورد بحث مربوط باروری کار ارتش ذخیره کار در مورد یه چه مباحث خودش در مورد ایتالیا صحبت میکنم علی‌رغم همه نقشای خوبی که ایتالیا میتونه بازی بکنه این که زمانی بتونه ایتالیا کار رو در نقطه قدرت در مقابل سرمایه قرار بده غیر ممکن پوچه این کلمه خودش بکنه اون چیزی که باید در مقابل این جامعه انجام داد باید این سرنگون کرد باید سوسیالیسم ایجاد کرد سوسیالیسم ضرورت اجتماع ناپذیر در قرارش نکته دیگه اینه که سوسیالیسم بسته پدیده طبقاتیه یک کشمکش طبقاتی به جنبه رو نمیشه به زمان سوسیالیسم اقتصاد حرف میزنیم به زمان سیاست حرف میزنیم به فرهنگ حرف میزنیم به زمان زنان حرف میزنیم یه جایی یه پدیده هستش که تمام جوانب به هم مربوط طبقاتی هستش که از نظر طبقه سرمایه‌دار تو سوسیالیسم مگه که عکسش ثابت بشه طبقه سرمایه‌دار موجودیتش به کوبیدن تو مربوطه موقعیت فرودست تو مربوط ارتش ذخیره کارش باعث میشه که تو دائما بیکار باشی هیچ وقت مشخصا همونجا بحثی که میکنه که نمیتونی از فشار طبقه سرمایه‌دار رها بشی وقتی بحث طبقاتی مطرح میکنه اون وقت اینجا کشمکش طبقاتی عمدتا به اشکال غیرقانونی میشه اشکال عملیش به متن زندگی مجبور بود میشه تو این متن وقتی صحبت میکنم از سوی حکمت بحثا جالب میشه بحثا توازن قوا میکنه بحثا تاکتیک ها میکنه بحثا شکست میکنه بحثا علم نشینی میکنه ناکامی ها مطرح میکنه ترس و سرکوب
حتی یک جمله به اون مربوط نمیدونه. مثلا اینجا مثلا پدیده به نظر هیجان انگیز این قضیه هستش که از سوسیالیسم منصور حکمت، از مباحث مربوط سوسیالیسم منصور حکمت، ارتداد، بی ایمانی به اون چیزی که در مورد مثلا فاز ریویژیونیسم نخ برمیبنده، اما ناکامی ها و ناتوانی ها مطرح میشه، مطرح میشه. و همه این مسئله هستش که تمام دیروسه تو کجایی و چه ابتکار عملی رو به خرج میدی و میدونی که بتونی دست بالا، دست بالا رو پیدا کن. اما جنبه دیگه قضیه مورد مثلا سوسیالیسم منصور حکمت جایی هستش که مطرح میکنه شدنیه، باید میشه انجام داد. و اون وقت اونجا مسئله مثلا مورد میشه کسانی که تصمیم گرفتن رو به اجرا در بیارن. اینجا صحنه مسئول سوسیالیسم منصور حکمت برگ آسمانی ها، احکام و چیزهای مشخص هایی که کتاب ها نوشته شده خارج میشه، یه دینامیزم جامعه تبدیل میشه. وقتی این سوسیالیسم منصور حکمت رو مطرح میکنه، کاش طیف کارگران سوسیالیست رو مطرح میکنه، مقاومت کارگران در مقابل مبارزات اقتصادیشون رو مطرح میکنه، سندیکاها رو مطرح میکنه و تمام اون مقاومت های خود به خودی رو، حرکات اعتراضی خود به خودی، جنبش ها، شورش ها و مقاومت هایی که مقابل شکستن ابزار کار که کارگر تو خود به خودی انجام میشه، همه اینها رو به عنوان مکانیزم هایی میذاره، میخواد این سوسیالیسم میخواد خودش رو مطرح کنه و به پیروزی برسه، میخواد به کرسی بنشونه. تصویر من از منصور حکمت، سوسیالیسم منصور حکمت این هستش که این حزب، حزب کسانی از کله خرهایی که میخوان اینو به کرسی بنشونن، یه مجموعی هستن از آدم ها، یه پولادیه که دائما در حال آبدید شدنه، یه تحرک دائمی هستش، آدم هایی که میخوان رو به اجرا در بیارن، طریقی، شکلی، امکانی بود چیزی نمیتونه جلودارشون باشه. اینجا وقتی من لیسته رو نگاه میکنم، وقتی حکم موبایل سوسیالیسم در ایران مبارز مشکل موانع اقتصادی نداره، نظر من یکی از احکام استخوانه ترین احکام دنیای مارکسیسم 300 سال اخیر، چیزی که مطرح توی این موقعیت قرار میده خودش رو، این سوسیالیسم رو و این حرکت رو و این مجموعه رو، اقتصادیات رو میگیم اقتصادیات که کمر چندین اقتصاد، چندین انقلاب رو شکسته، دورهای بزرگ مارکسیست چه جهان معاصر رو جزده سمتون بیستد اخر رو ناکام گذاشته. یعنی با ما این روانه جون روانه در این سوسیالیزمی که من میخوام رهبریش کنم، حزب من جریان من میخوام رهبری کنم، روانه نیست. من نمیدونم شخصانی کار شده، ولی خوندن اون بحث‌های مربوط منصوری که مربوط به مشخصات اقتصادی سوسیالیسم در ایران، یکی از پرهیجان‌ترین، عمیق‌ترین، گفتم گستاخانه‌ترین ادبیات بود. اون چیزی که شما می‌بینید ادبیات از اصول کمونیسم انگلیس، ایدئولوژی آلمانی، مانیفست، همه اینا توی گردش بزرگی با این مربوط فویرباخ در جنگ میختن و این مقابل این قرمی مورزت اقصایی در این چی رو من سراغ ندارم، دانه دارم زیاد، ولی مثلا فرض کنیم همین اخیر من از کنسا آمریکا رو میخوندم آقای رو که تو سرندشون پردن موضوع دائمی پرداختنشون بوده، احساس سرنظر بوده، این گستاخی من مثلا کاری نداره، کاری یدیو فکر یدی کاری نداره، انگیزه ما انگیزه این شده، انگیزه در میان شهروندان کاری نداره، اقتصاد برنامه ریزی شده کاری نداره. همه اون مباحث اینه که گردن کلفت بزرگی از زمان مارش به این ور مشغول این بودن رو جواب پاراگراف پاراگراف خودش میده، مطرح میکنه، با اون میشه میگه که میشه رفت این سوسیالیسم ایجاد کرد. کسی نمیتونه در مقابل این بحث ها با فویرباخ و غیره واسه چون باید بشانه های به دوش فویرباخ مطرح میکنه
چجوری بر خواهیم برداشت، چجوری مارکت خصوصی رو برمیداریم. تو دو جمله، دقیقاً تو دو جمله بحث میکنه که فاصله بین مالکیت دولتی و ملی به مالکیت غیر خصوصی چی هست، چجوری میشه اجراش کرد. از این یکی از شاهکارهای بزرگ آوانگارد خودستایی و اعتماد به نفس، یعنی این سوسیالیسم داره دستمال بزرگ تحققش درست که مطرح میکنه که چه کسانی میخوان میتونن میخوان اجرا کنن، چی میخوان اجرا کنن. اما در مورد مسئله سوسیالیسم، مسئله که سوسیالیسم چیست، یه چیزی بودم هنوز همچین سوال مطرح بود برای من که مفهوم سوسیالیسم چیست. اونجا من به بحث دیگه من سریعا میرسم، مثلا نقده، به نقده که ما مقابل جامعه موجود در این مباحثش، در این قسمتش، در این قسمت چهار پنج صفحه موجود طلبکاری که درخواست مدعی بودن طبقه کارگر نسبت به دنیای امروز رو میشه اونجا به تدریجی فقر، یک کلمه در موردش وجود نداره، بخاطر اینکه خیلی بالاتر از فقر رو میتونه ببین. اینکه مثلا فرض کن با آزادی بیان رو بدیم، اینکه دستمزد رو بدیم، این فقر این مسئله نیست، مفروضه باید درک. مثلا هستش که شما قدرت خرید خواهد داشت، به کدوم مایحتاجش رو از نظر خلاقیت، مثلا اینکه کار نخواد بکنه، مثلا اینه که تحرک اجتماعی، تحرک اجتماعی و نیازهای روحی، چیزی که مخیله چیز وجود نداره، مخیله سوسیالیسم دیگه که غیر از اون مسئله مسئولی که داشته وجود نداره. و مسئله بعدی به نظر تو چیزی که هست نماله منصوری که داره سوسیالیسم منصوری شد، اون نقدی که آلترناتیوی که مطرح میکنه معنی رو که به سوسیالیسم میده، سوسیالیسم چیست، اونجا ما میرسیم به یه حرکت، حرکتی که خودش مطرح میکنه، اراده که میخواد و بعد سوسیالیسم رو به حکم به اجرا برسونه. اینجا ما با ادبیاتی رو مثلا مواجه میشیم که کل یه زمین لرزه بزرگه توی ادبیات سیاسی ایران. چون یه نمیخوام بیم چون روشان نیستم همش بدن خود جامعه ایران رو میکنم. شرافت و عزت جاهایی که برای جامعه میتونه مطرح بشه رو اینجا رو حکمرانی میکنه. من بخواست چیز کنم، یه جمله از انگلس رو من دارم اینجا که در مورد گفته های مارکس در سال 1848 مطرح میکنه و میاد میگه که اثرات کلام مارکس رو میگه، میگه که اثر کلام خود رو باشش میبیند، میبیند که هر مقاله چون نارنجک عمل میکند، مثل گلوله توپ منفجر میشه. اون ادبیات یا اون سیاست ها یا اون سوسیالیسم میگه که من جستجو میتونم بکنم اینه که با این کلمات میشه توضیح داد، خودش دستمای اون حرکته و اون حرکت میشه ایجاد کنه. با این مجموعه و این مجموعه من منصور حکمت رو میتونم بشناسم و میتونم شناخته میشه با اورادی که به اصطلاح جاریه تو ادبیات مشخصه قبل از این منصور حکمت وجود داشته باشه کنار بذاریم چه در مورد سراغی. و به عنوان آخرین چیز فکر کردم که بخوام یه تیتری رو برای این بذارم، بخوام همونتون چارچوب خودمانی آمیانی خودم مثلا بگم که دنیای سوسیالیسم کله خرهای تو اومدون کارگری خوش آمد.